عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum Madakaso membacakan ayat-ayat Al-Quran, saya ingin menyampaikan bahwa saya pada saat ini bagaikan mobil tua. Ya, mobil tua yang sudah banyak hasilnya, sehingga tenaganya sudah diambil semua oleh hasil itu, termasuk tadi saya. Ini tenaganya sudah turun semua di sini. Ya, mohon maaf kalau bacaan nanti ya saya alahkan tadi saja, karena tenaga sudah habis. Qabalallahu minkum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين.
الشتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا صدق الله العظيم.